هنتكلم على الدايابيتيك ريتينوباثي. طبعا ده موضوع قديم بس موضوع مهم خصوصا الناس اللي شغاله في الريتنا وفيري فريكوينت والانسنس بتاعه عالي جدا وما بياخدوش امتحان على كل المستويات سواء شفوي سواء ريتن غير لما بيبقى فيه يعني ذكر او سؤال في الدايابيتيك. تمام؟ فانا حاولت ان انا اختصر الموضوع من غير ما يبقى اختصار زياده عن اللزوم. يعني قبضت الموضوع كله بقدر الامكان. تمام؟ عشان كده احنا قاسمينه على محاضرتين مش محاضره واحده. يعني محاضره واحده هتبقى تورم بدون داعي. خلاص؟ اول حاجه هنتكلم على الدايابيتس ميليتس از ديزيز ان بريف كده. ان الدايابيتس ميليتس ده الانسنس بتاعه زاد جدا في الفتره الاخيره. فمثلا من سنه 1980 كنا كان 108 مليون وصلنا ل 500 مليون في 2018. طبعا النتيجه في فولس انكريز ان البوبيوليشن نفسه زاد. واخد بالك؟ والدايابيتس از ميجر كوز اوف بلايندنس وكدني فيلير وهارت اتاكس وستروك اند لور ليمب امبيتيشن. الدايابيتس كان بي تريتد اند اتس كونسيكونس افويدد اور ديلايد ويز دايت فيزيكال اكتيفيتي ميديكيشن ريجولار سكريننج اند تريتمنت فور كومبليكيشنز. دايابيتيك ريتينوباثي. دايابيتيك ريتينوباثي دي مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. ودايابيتيك ريتينوباثي ده بروجريسيف ديزيز از نوت ستوب. وبيبقى ريليتد اكتر بالديوريشن بتاع الدايابيتس. الانسنس بتاع الدايابيتيك ريتينوباثي برضه زادت من 0.2 مليون ل 0.4 مليون بين سنه 90 و 2015. الدايابيتيك ريتينوباثي بتعتبر الموست كومن كوز اوف بريفنتبل بلايندنس ان وركينج ايج ادلت. ذا بوتنشال ريسك اوف بلايندنس ان انفيديوال ويز دايابيتيك ويز دايابيتس از 2.4 تايمز higher than the of an individual without diabetes. والبريفالنس اوف دايابيتيك ريتينوباثي بتبقى higher في التايب 1 دايابيتس اكتر. واخد بالك يا محمود يا منصور ركز معايا اكتر من تايب 2 دايابيتس. ليه اكتر في التايب 1 من التايب 2؟ الانسنس ايه الانسنس بتاع دايابيتيك ريتينوباثي اكتر في تايب 1 في تايب 1 اكتر من تايب 2 ليه؟ طبعا بيجي في الاطفال. عشان ايه؟ بيجي في الاطفال والدايابيتس اصلا بيعتمد على اللون تيرم. اه ده بص بقى قدام ما تقعدش تعمل ده. هنتكلم على الريسك فاكتورز اوف دايابيتيك ريتينوباثي. الحاجات اللي العيان اللي عنده سكر لو موجوده مع السكر نبدا نقلق انه ده الانس بتاع دايابيتيك ريتينوباثي دي ممكن تبقى اعلى. اول حاجه الديوريشن دايابيتس ان في سترونج بوست ريليشن بين ديوريشن دايابيتس بريفلنس اند بروجريشن اوف دايابيتيك. عشان كده اولموست اول تايب 1 دايابيتيك بيشنت اند اوفر 3 فورث اوف تايب 2 دايابيتيك بيشنت ويل هاف سام فورم اوف دايابيتيك ريتينوباثي افتر 20 ييرز اوف ديزيز. يبقى كل العيانين اللي على تايب 1 دايابيتكس بعد 20 سنه هيجي لهم دايابيتيك. الانسنس 100% بعد 20 سنه وثلاث ارباع العيانين تايب 2 هيجي لهم فقط. The younger onset patient with diabetes the prevalence of any retinopathy progressively increase from 8% at 3 years, 25% at 5 years, 60% at 10 years, and 80% at 15 years. يبقى كل ما الدوريشن زادت هيزيد الانسنس. جلايسيميك كنترول. Chronic hyperglycemia is the most important modifiable risk factor for onset and progression of diabetes. العيانين ما بيعملوش glycemic control كويس والدايابيتس بيبقى عالي دايما باستمرار عندهم ده بيزود الانسنس بتاع الدايابيتيك ريتينوباثي والمايكروفاسكولار كومبليكيشنز اللي بتحصل لهم نتيجه الدايابيتس. العيانين اللي عندهم مثلا السكر التراكمي من 6.5 6.9% have 2.35 times higher risk of developing diabetic retinopathy at 3 years than those with HbA1c
ليفل اوف 5.5%. يبقى كل ما السكر التراكمي زاد بيزود الاحتمال بتاع نتيجه الامباكت كنترول. ده يعني تسكيب بيبين لك ازاي الحالات اللي الناس اللي مش عاملين جلايسيميك كنترول كويس كله طالع لفوق اهو الانسنت بتاع دايبيتك كنترول كده معاك. الهايبرتنشن ده ليه بوتنشيتنج افكت على الانسنس بتاع دايبيتك كنتروبس العيانين اللي عندهم دايبيتس. ليه؟ لان عندنا رينين انجيوتنسين او دوسترون سيستم اللي هو بيطلع انجيوتنسين 2 اللي هو بيريجوليت البلاد بريشر بيبقى انفولد في المايكروفاسكولار تشينجز في الدايبيتك كنتروبس. يبقى المايكروفاسكولار تشينجز بتحصل من ضمن الحاجات اللي بتبوتنشيت المايكروفاسكولار افكت بتاع الانجيوتنسين 2 اللي هو بيطلع الكنترول الفاسكولا بيعمل فاسكولا كنترول في عين هايبرتنشن. راح فين يا صاحبي؟ انجيوتنسين 2 بسايد بينج ا باورفول فاسكولا ستريكتور اوف ارتيريولز ستيبليت سكريشن اوف فيجن. برضه الانجيوتنسين 2 بيستبليت بيزود سكريشن اوف فيجن. يبقى الهايبرتنشن بيصاحبه زياده في الانجيوتنسين 2 وده بيزود انسنس كنترولسي وبيزود الفيجن وبالتالي بيأجريفيت الكونديشن. الاوبستي العيانين الدايبيتكس اوبيس في نفس الوقت اللي هو الهاير بادي ماس اندكس برضه ده بيعتبر ريسك فاكتور فور الدايبيتك. عشان كده الكنترول بتاع البادي ويت الفينوفايب ريت والحاجات دي بيقلل الانسنس دايبيتك كنترولسي شويه. يبقى عيان دايبيتك بقى له مده طويله وهايبرتنسيف وبيس ده ات جريت ريسك اوف دايبيتك كنترول. السوشيو ايكونوميك ستيتس كل ما السوشيو ايكونوميك ستيتس عالت على عكس ما الناس بتتوقع ان دايبيتك كنترولسي تقل لا ده بيعلى. ليه؟ لان البيشنت ده بيبقى عنده مور ستنتري لايف ما بيتحركش فبيبقى مور اوبيس تمام؟ بيبقى هاي كالوريك دايت وبالتالي ده برضه بيزود درجه الكالوريز وده بينيجيت الايفكت بتاع ان هو بياخد الميديكيشن احسن. يعني هو عنده فرصه انه ياخد ميديكيشن احسن هي كان اوفر لكن في نفس الوقت ما بيتحركش وهاي كالوريك دايت. فين محمد شاكر؟ ده كان واخد تمام؟ العينين اللي هم ايه؟ الاغنياء. اذر ريسك فاكتورز ده اذر ريسك فاكتورز انكلود سليب ابنيا نون الكوليك فاتي ليفر هوم سيستاين سيرم برولاكتين اند هوم سيستاين دايت اند نوتيشن ار سسبكتد تو بلاي رول ان خلاص. يبقى احنا كده قلنا ريسك فاكتورز اوف دايبيتيك كنتروباثي في الدايبيتيك بيشنز. باثوفسيولوجي ازاي الدايبيتيك كنتروباثي بيحصل او الاكسبلانيشن ليه بيحصل في العيانين الدايبيتكس حاولت اختصرها بقدر الامكان ونخليها سمبليفايد عشان تبقى عمليه. دايبيتك كنتروبسي از ديو تو تو كومبوننتس مايكرو فاسكولار ابنورمالز اند نيورو ديجنريشن. كرونيك هايبر جلايسيميا اندوس انفلاميشن اند اوكسيديف ستريس. هايبر جلايسيميا اولسو هاز ا فاسكولار انتمنتال افكت اوف نورمال ريتينا. يعني الكلام ده هنوضحه اكتر في السنين اللي جايه. يعني احنا عندنا الهايبر جلايسيميا لما بتبقى كرونيك ليها نيورو ديجنريتيف افكت ده بره بقى ايه؟ بره المايكرو فيسلز. احنا قلنا الدايبيتيك ريتينوبس ده مايكرو فاسكولتشر ديزيز تمام؟ الافكت بتاع الدايبيتس بيحصل بطريقتين او الهايبر جلايسيميا بيحصل بطريقتين لا اما افكت على المايكرو فاسكولتشر او افكت انه بيعمل نون ريليتد او اندبندنت افكت على النيورونال ريتنا بيعملها ديجنريشن. الفاسكوليتشر افكت او المايكرو فاسكوليتشر افكت بيحصل اوكسيديتيف ستريس بيحصل كرونيك لو جريد انفلاميشن. وكرونيك لو جريد انفلاميشن ده بيعمل حاجتين بيعمل ليوكوستيزيس وبيعمل اكتيفيشن اوف مايكرو جلايال تيشن. ده بعد كده بيحصل نتيجتهم ايه؟ وبيعمل وبعدين المايكروسكوبشن افكت برضه بيحصل اكتيفيشن اوف سايتوكاينز اند جروث فاكتورز. كل الحاجات دي
بتؤدي الى انها بتطلع بري انجيوجينيك جروس فاكتورز اللي بتستيميت جروس اوف نيو فيسلز اللي بتطلع سكس اوف ذا نيو اوف ذا بري ريتنال سبيس. طيب يبقى احنا عندنا لا اما نون فاسكولار نيورال ديجنريشن او فاسكولار. فاسكولار اما اكسيد ستريس بيحصل هايبوكسيا او كرونيك لو جريد انفلاميشن عشان ده هيبان بعد كده ليه لما بندي ستيرويدز بنقلل الافكت شويه بتاع الدايبيتيك. بيحصل لو جريد انفلاميشن اللي بيعمل بيبروموت ليوكوستيزس وبيبروموت اكتيفيشن اوف مايكروجلايال تيشو. ليوكوستيزس ليوكوستيزس ده بيحصل نتيجه ادهيجن اوف ذا ليوكوسايتس تو ذا فاسكولار اندوثيليوم. المفروض الفاسكولار اندوثيليوم يا احمد يا عبد الحليم المفروض الفاسكولار اندوثيليوم ده بيبقى سموث خالص. الليوكوسايتس لما بتيجي تبقى ادمنتلي بتعمل حاجات بتعمل انجري للاندوثيليال سيلز وبتبروموت فاسكوليستريكشن وكواجيوليشن للبلاط واخد بالك فبيؤدي الى كابيلر نون برفيوجن واسكيميا وبريك داون للبلاط ريتنال بارير بعد كده وده بيؤدي الى ريتنال فاسكولار بليتش. المايكرو جلايال تيشو ده بيبروفريت انتو الى ريتنال لايرز ان ذا شورت تيرم بيبروموت هيموستاسيس اندر تيشو ستريس. وبعدين ان في الكرونيك انفلاميشن بيأكتيفيت الاميون سيلز. الاميون سيلز دي بتبرموت بري انفلاماتوري سيلز اللي هو السايتوكاينز اللي هو بيطلع بعد كده الفيجف وبيؤدي الى الليمفاسكولاريزيشن. خلاص؟ يبقى الباس فيسيولوجي بروجريشن اوف دايبيتيك ريتينوبسي اوكيرز ويز ديستربشن للبلاد ريتنال بارير كوزنج انكريز كابيلاري بريفابيلتي ودايبيتيك ماكيولار ايديما او كابيلاري اكلوجن ريزلتنج ان ديكريز ريتنال برفيوجن اند اسكيميا. والريتنال اسكيميا استيميليت ريليز اوف برو انجيوجينيك ميديتورز انكلودينج سايتوكاينز وجروس فاكتورز ذات بروموت انجيوجينيس. الحاجات دي كلها لما بتحصل كرونيك لوجريد انفلاميشن اوكسيديتيف ستريس كل ده بينتج عنه سيكولي على الريتينال بلاد فيسلز وده بيؤدي للحاجات اللي بتبان لي بعد كده في الدايركت نوبس اللي هي الساينز كلها يا اما بيعمل لي ريتينال هيموريج يا اما بيعمل لي فايبر نير انفكشن يا اما ريتينال ديما فينس بيدنج انترا ريتينال مايكروفاسكولار ابنورمالتي يا اما او فينس لوبس ريتنال فاسكولار اوكلوجن ريتنال نيو فاسكولاريزيشن وريترا سيموج وريتنال ديتكشن. يبقى الباثوجينيز اللي بيحصل ده كلها نجلاء لو ساعات تقعدي على اكبر كرسي ده. طيب ازاي؟ خلاص يبقى الباثو فسيولوجي الباثو فسيولوجي يا اما نون فاسكولار بيورجينيك ديجنريشن او فاسكولار. بيحصل اكسيدتيف ستريس بيحصل كرونيك لو جريد انفلاميشن وده كله بيطلع الميديتورز اللي بتستيميليت الفيجن. تمام؟ هنتكلم بعد كده عن انواع الدايبيتيك نيكروبسي. الدايبيتيك نيكروبسي يا اما نون بروليفيك يا اما هنتكلم عن نون بروليفيك وفي المحاضره الجايه بعد كده هنكمل هنجيب البروليفيك النمبر اوف دايبيتيك ريتينوباثي دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدر نشخصها بالفانبس باير مايكروسكوبي او بالاندايركت اوفثالموسكوبي. بنشوف الساينز بتاعتها سواء كانت مايكرو انوريزمز او هيمورج هارد اكسبيرينس بروتودور سبوتس ايرما فينس بيدنج وكمان في البريفرال فاسكولار ليكج اللي هو الوايت فيلد بروسين انجيوجرافي بيورينا بريفرال فاسكولار ليكج ايفن قبل ما تظهر الساينز لما يكون في بريفرال اسكيميا. هنيجي نذكر كل واحد كل حاجه لوحدها. يبقى الساينز بتاع المنظم نفتر او اول حاجه ذا موست الايرنست ساين تبقى المايكرو انوريزم. المايكرو انوريزم دي ذا ايرلير ساين اسيمبتوماتيك عباره عن بالونينج او دايلاتيشن بيحصل لوكالايز دايلاتيشن بيحصل بالفاسكولار. لو الدايلاتيشن ده حصل في ناحيه واحده بيبقى سكيولر لو حصل في ناحيتين هيبقى فيوزيفورم دايلاتيشن.
المايكرو انوريزمز عاده بتبقى موجوده في البوستيرور بول وبنلاقيها اكتر من جماعه تمبرال تو ذا ماكيولار اريا. والسايز اوف ذا مايكرو انوريزم رينجز بتوين 25 تو 100 مايكرومتر ان دايمتر. بنتعرف على المايكرو انوريزم سواء بالدايركت ثرموسكوبي الاندايركت ثرموسكوبي او البايوميكروسكوبي او بالفيسيل انجيوغرافي والاوستي والاوستي يعني. المايكرو انوريزم عاده بتبقى يعني هي طالعه من فيسل وول فبتبقى ريليتد للفيسل. ده اللي بيميزها عن الهيموس. هتبص عليها هتلاقيها ريليتد. يعني بتبقى ريليتد للبلاد فيسل اكتر. ما بتبقاش طالعه لوحدها كده او كابيلاريز. لا اما سمول بلاد فيسل او كابيلاريز. يعني مثلا هنا اهو ده طالع من واحده من ناحيه واحده ده ساكيولر. ده طالع من ناحيتين. المايكرو انوريزم دايلاتيشن من ناحيتين بتاع البلاد فيسل. الريزولوشن مش عالي قوي بس هنا ده الفلوسين الجبر دي المايكرو انوريزم. بس الريزولوشن مش باين على ال طيب. هنا برضو المايكرو انوريزم ده باينه في الاوس تي خلاص. هنا بالفلوسين الجبر المايكرو انوريزم بتبان في الاوس تي ممكن تبان هايبر ريفليكتيف او تبان هايبر ريفليكتيف اكوردنج. مش عارف بقى كمان شغل انفستيجيشنز كلهم. لا ممكن هايبر. لا هايبر لا ايه البوستيرو شامل تحت. لكن هي هي بتبقى هايبر ريفلكت. هي بتعمل البوستيرو شامل البوستيرو شامل جواها. فهو يعملها في البلاك الحاجه دي. يعني هي تحت دي او سي تي انجن. ما هو انا يعني انجن بيقول لك الفلو فهي يعني دي بس شامل بتاعت ما هو انا بقى قعدت افكر بس بس بص بقى هي ليه؟ هي ما تبقاش سوبرفيشال ليرز دي تبقى في الميدل ليرز. يعني هي لازم يبقى مكانها في الميدل ليرز. الحته اللي تبقى سوبرفيشال دي تبقى بلاد فيسلز او هامر بس ده ما شكله ما فيهوش هامر. يعني لما تبقى سوبرفيشال كده يا اما زي ما هو بيقول بس هي واخده ليرز. لا 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 هي بص الشادو من اول فين؟ يعني انت عندك بص يعني هو هيبقى ريفليكت هنا ونقول يعني سبتي بقى كده البارتين اللي فوق خالص البيضة نقطة بيضة ايوه هنا دي عامله هايبر ريفليكتيفيتي تحتها. لكن ده مش السايت بتاع المايكرو انيرزم. المايكرو انيرزم السايت بتاعها في الميدل لايرز بتاعت الرنين. طب ايه الحاجه اللي ممكن تبقى على السيرفس وتعمل بوستير شادوينج ايزر زي ما هو بيقول عليها؟ ممكن تبقى هيموريجز على السيرفس دوت هيموريج عامله بوستير شادوينج او الفيسلز. بس لما تبقى sometimes large وتعمل فيسيو شاب. يعني انا قعدت افكر ليه هي بتبقى هايبر ريفليكتيف ساعات وهايبر ريفليكتيف. لا هي هايبر ريفليكتيف بس لكن الشادوينج بتاعها هو ده الهايبر باينة هنا كمان اهي دي الصورة بتاعتها بالكروسيه. وهنا بالاوستي. وهنا اوستي انجيو باين السيركيليشن بتاع الله فيها بالبلاد. طيب دي برضه يعني هنا اهو. وادي ايه؟ فلوسين انجيوغرافي بتبان قوي. بيبان في الاير في الاير ستيجز بتبان هايبر فلوريسنت وبعدين بتبقى ديفيوز ليكش بعد كده. يعني ممكن يحصل معاها ليكش وتلاقيها كبرت وتوسع. طيب يعني دي برضه صور بس هنا للاسف الصور على اللابتوب باينه احسن من البروجيكتور. يعني برضه هنا يعني هنا في الهارد في هارد اكسبيرينس ودي بوتر باينين خالص رغم ان هم على اللابتوب واضحين جدا. وهنا برضه المايكرو انوريزمز اهي. وبالنسبه
وفي الاير في فلوسين وفي الليد في ليكج. يعني اول ما اعتقد ان الريزوليوشن بتاع الجيت نفسه ممكن يبقى النور على الجنب ده. طيب يبقى قول لي اول حاجه الايرليست ساين والموست فريكوينت ساين واللي مش انديكيتنج ان هو العيان ده محتاج تريتمنت ولا حاجه اللي هو المايكرو انوريزمز. اتكلمنا ان المايكرو انوريزمز دي بتحصل اكتر في البوستيريور بول وعلى الكلب والسايد بتاع الماكلا وان دي عباره عن دايلتيشن من الباستولار بول يا اما فيوزيفورم يا اما ساكيولر على حسب هي من ناحيه او من جميع النواحي. وان بتتشخص يا اما بالاكزامينشن على طول باي مايكروسكوبي او دايركت او فارموسكوبي او ان انا بالفلوسين انجيوجرافي اللي بتبقى هايبر ريفليكتيف هايبر فلورسنت يعني و او بالاوستي ان اوستي اوستي ان. طيب انتر ريتنال هيموريج المايكرو انريزمز دي انتر ريتنال هيموريج برضه بنشوفها في النمبر اوف الدايبيتك ريتينوباثي والا اما نتيجه رابشر مايكرو انريزم او نتيجه ليكج من الفيسل نفسه او رابشر من انتر ريتنال مايكرو فاسكولار ابنورمالتي اللي هو الاير. الريتنال هيموريج لا اما بتبقى فيوزيفورم ان شيب او بلوت شيب دي راوندد وبلوت شيب اكوردنج للسايد بتاعها. لو هي في النيرف فايبر لاير هتبان فيوزيفورم ان شيب لانها بتبقى افكتد بالنيرف فايبرز ماشيه بالعرض فهي بتاخد الشكل السبيس اللي بتوين النيرف فايبرز فتبان لنا فيوزيفورم ان شيب. او ديب بلوت هيمرج ده في الديب لايرز لان اللايرز هنا سواء الجانجل سيل او الانر نيوكليير لاير بتبقى بيربنديكولار للسيرفيس فالهيمرج بيتجمع بيبقى بلوت شيب وراوندد. خلاص برضه للاسف انا يعني الدنيا عندي هنا مش يعني مش قادر اديكم حاجه اخلص هنا اهو رغم ان هنا كل حاجه كانت مش باينه الفيزيكورم كتير لكن ايه هنتكلم هنا اهو في بلوت هيمورج وهنا فلينج شيب هيمورج المفروض ان انتوا تتخيلوها بقى واخده الفيزيكورم ده ودي دي كوتونون سبوت هنقولها بعد شويه. طيب يبقى احنا قلنا اول ساين مايكرو انوريزم تاني ساين بنشوفها الهيموريز هنخش بعد كده على الهارد اكسبنس. الهارد اكسبنس ذيس ار يلو سيروس انتر ريتنال ليبيدز يوجوال ديبوزيت بتاع الستير بول سكت البلو فلويد اكيميليشن. الليكج اللي بيحصل من المايكرو فاسكولار فيسلز اللي بتحصل نتيجه الدايبيتيك ريتينوباثي تبدا تفضل يا دكتور مايكل. مفيش مشكله بيبدا يحصل ديبوزيشن للليبيدز فبتديني الهارد اكسس. الهارد اكسس از يلو شيب كلر ويل ماشي ويل الايدجز بتاعتها ويل ديفايند. قولي بقى ان المحاضره اللي قالت فيها ماشي ايوه دكتور لا صوريها لغايه ما توصل المكتب. حد تاني صور بس حسام يبعتهم لي واتساب غير ال ما حدش بيبص بيلبس على المايور ليه؟ ما تلبسه لايف. ما اعرفش بجد بس. حاضر اوكي. لايك يا جماعه حد هيكتب لايك على المايور دلوقتي بيلبس. حاضر. بتعرف تلبسه؟ هلبس ان شاء الله. المهم انك تقولي ان المحاضره زي ما انت شفتي كده. الو؟ عايز اقول لك. اتفضل. عايز ايه؟ اعملوا لايف؟ انا ما حدش بلغني قبل كده ويوم حد انا مش باظه ده معلش ان شاء الله. جماعه انتوا حطيتوا لسه على النت؟ ايه حوار؟ اه دي لا 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 خليها دي يوم الخميس الجاي. دي الخميس الجاي دي لسه هتأثر على الاستيجنز نعم.
طيب الهارد اكسس بتحصل حوالين الكلاسترز من المايكرو انريزمز اللي هو بيحصل منها ليكج فده بيكون الهارد اكسس. والهارد اكسس لو متكونه في الماكيولر اريا سيرس للشيب ابييرنس بتاعها بيدي ماكيولر ستار باترن. Texture of hard excels usually at the border of an area of retinal thickening is a marker of clinical significant diabetic macular edema and also often associated with decreased visual acuity. لما بيكون hard excels جنب حتة فيها زيادة في retinal thickening نتيجة الإديمة ده معناه إن دي clinical significant macular edema. وده شرح macular edema وclinical significant macular edema هنقولها في الإيه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. يعني الصورة دي برضو للأسف يعني لا يعني هذه الهارد اكسس هنا شايفين كويس والله يعني شايفين من عندكم؟ طيب بس انا شايف اللابتوب احسن حرك اللابتوب. طيب انت عايزينك بقى ايه؟ معلش ما تمشيش مش هتقول لي انت شايفه ايه؟ دي هارد اكسس ريليتد ليه؟ بعد الهارد اكسس هنتكلم على الكوتال وول سبوتس. الكوتال وول سبوتس appears greenish color البوردرز بتاعتها بتبقى اندستان ودي نتيجه انفكشن للنيرف فايبر لاير. انفكشن للنيرف فايبر لاير بيؤدي الى اكيوميشن اكسود للسيتوبلازميك ديبريس وده الانفكت النيرف فايبر و اكيوليشن سيتوبلازميك ديبريس هو اللي بيدينا الكوتون وول سبوت ودي انديكيشن ان في ريتلان اسكيميا. طيب يبقى الكوتون وول سبوت كود بي سين ات جراي ليجن وذ انديستيكت بوردرز اند اوكيرز ان نير فايبر انفكشن. ذا لوكيشن ران بارل تو ذا نير فايبر لير اند اجاكت تو بلاد فيسلز. ذا فورميشن اوف كوتون وول سبوت از ديو تو ذا انتربشن اوف اكسوبلازميك فلو which results in the accumulation of cytoplasmic debris and the swollen nerve endings. The cotton wool spot began hypofluorescent. Hyporeflective, مش hyperreflective. خلاص؟ هنا مايكرو انوريزم اهي، وهنا مايكرو انوريزم بقى فيها ليكج زيادة في الليد فلوروسين، وهنا دي cotton wool spot hypofluorescent. في تشينجز بقى بتحصل في الـ في الـ في الـ في الفينس في الفينز نفسها لا اما الريجولاريتي في الدايمتر بتاع الفين اللي بنسميه فينس بيدنج اهو يعني كونستريكشنز في حتت ودايلاتيشن في حتت ده بنسميه فينس بيدنج او ممكن يطلع لوب فبيعمل فينس لوبنج يبقى fluctuation في venous caliber is defined as venous bleeding. Other venous caliber abnormalities include diffuse venous dilatation or venous loop formation. دي برضه من ضمن الساينس بتاع الدايبيتيك اللي بتحصل في التشينجز في الدايمتر بتاع او ده venous looping وضع خالص. خلاص؟ معاك كوتو مونس فوت كمان. الارما الارما او الانترا ريتنال مايكروفاسكولار ابنورماليتي. الإرما دي بتحصل لما بيحصل لما بيكون في ريتنال اسكيميا يعني الإرما انديكيشن في ريتنال اسكيميا ودي هاي ريسك ساين دايبيتيك كونتروبس انها اللونج ريفت ممكن يكستند تو الريفت دايبيتيك كونتروبس. انا دايما بشبهه ان بقى في ريتنال اسكيميا فبدات ايه شرح مسدود وبدات الجوارح الايه الفرعيه تشتغل فبيحصل اللي هو الانترا ريتنال مايكروفاسكولار ابنورماليتيز السمول بلود فيسلز دي بيت الاستموس بتحاول تباي باص الحته الاوبستراكتد او الحته اللي فيها ريتنال اسكيم. يبقى نون سبيسيفيك تيرم ريفيرنج تو شانت فيسنس ذات كود بي ديتكتد اس كابيلاري وايدنينج اجاكت تو ان اريا اوف نون بيرفوجن. They are considered as dilated telangiectatic capillaries grown within the neural retina often associated with heart exits. بيجي لان طبعا الفيسنس دي بتبقى dilated الباسورد بتاعها مش نورمال فبيحصل ليكج وبيحصل هامش. التكشر اوف ايرما
is a predictive indicator for a severe form of non-proliferative diabetic neuropathy because the growth of these shunt vessels is related to the presence of ischemic area, as I mentioned. يعني انا كان نفسي دي اعتقد انها ممكن تبقى باينه يعني وهتبان بعد كده بسرعه بعد كده في التفصيل برضه تأثير شايف هنا البينا سبيدنج باين اهو ديستورشن في الدايمتر بتاع الايرن وهنا الايرن من ضمن الساينس دلوقتي بقى في حاجه اسمها وايد انجل بروسين انجل يعني الصوره من جد الدريفري خالص بتاعت الريتنا اللي هي ما كانتش بتيجي قبل كده دي بتقدر توريني الاسكيميا الايرليست ساينس اوف اسكيميا اللي بتحصل في الدريفري الاسكيميا بتحصل في الدريفري اكتر من سنتر فكل ما قدرنا نصور الفار بريفري كل ما قدرنا نشوف الاسكيميا فبيحصل حاجه اسمها بريفرال فاسكولار ليكج الارتريولز والفينيولز بتبدا تليك والوول بتاعها بيحصل له ستيننج بالفلوروسين والليكج بيبان. يبقى this is a relatively new investigated fluorescein angiography sign related to the fluorescein leakage detected both on peripheral arteries and veins in the late phases defined as hyperfluorescence extended beyond the vessel wall occurring in case of active retinopathy detected by ultra wide field angiography. Characterized by peripheral non-perfusion and neovascularization. يبقى الالترا وايد ده خلانا نقدر نصور الحتت البريفري اكتر اللي بتبدا فيها الاسكيميا وبالتالي بنشوف الليكج اكتر وبنشوف وبنشوف الباسكولار الوول ستيننج والليكج اوف الوول ستيننج. Classification of diabetic non-proliferative diabetic retinopathy. Non-proliferative diabetic retinopathy لا اما مايلد لا اما مودريت لا اما سيفير. المايلد اللي هو لما نشوف مايكرو انوريزمز بس فحصنا الفانس لقينا مايكرو انوريزمز بس يبقى ده مايلد وده نوت انديكيتد فور تريتمنت جاست فولو اب على حسب السكيم اللي هنقوله بعد كده التيبل اللي هنقوله بعد كده في المتابعات بتاعت الدايركت سيفير ان احنا بنشوف ال انتراريتنال هيمورج ومايكرو انوريزم في الفور كوادرنتس لو لقينا في الفور كوادرنتس اللي باينين كلهم بتوع ريتنا هيمورج ومايكرو انوريزم يبقى ده بنشخصه انه ده سيفير دايبيتيك نمبر اوف دايبيتيك او اذا كان في فينا سبيدنج ان تو اور مور كوادرنت يبقى ده برضه سيفير ان بي دي ار اذا كان في برومننت ايرما ان اتليست 1 كوادرنت 1 كوادرنت يبقى برضه ده سيفير نمبر اوف دايبيتيك يبقى لو هيمورج ومعاه مايكرو انوريزم في 4 كوادرنت يبقى ده سيفير. لو فينا سبيدنج في 2 كوادرنتس يبقى ده برضه بنعتبره سيفير. لو الارما في 1 كوادرنت ده بنعتبره سيفير. اللي ما بين بقى الحاجتين دول اللي ما بين الفايندنجز اللي في السيفير والمايل ده بنعتبره مودريت دايبيتيك نمبر اوف دايبيتيك. دايجنوستيك تولز ايه الدايجنوستيك تولز اللي بنعملها في الدايجنوستيك معروفه لا اما بشوف بعيني بالاكزامينشن لا اما بصور فلس فوتوغرافي سواء كلر او ريد فري لا اما الفلوسين انجيوغرافي او الاو سي تي او الاو سي انجي خلاص يعني هنا ده فلس فوتوغرافي اهو باين فيه حاجات كتير باين فيه فوتو سبوتس وباين هيمورجز هيمورجز كل الكوادرنتس بتاعت الريتنا اهي وقطر من سبوتس يعني في ريتنا اسكيميا وده اكيد وادي الفينس فيدنج هنا باين والاريجولارتي في الكاليبر بتاع الفينس فلوسين انجيوغرافي يبقى الفانس فوتوغرافي وبعدين فلوسين انجيوغرافي فلوسين انجيوغرافي دي اهم اداه في تشخيص النمبر اوف دايبيتيك صار في السيفير فورمز وتحديد الاستيجنج بتاعتها احنا قلنا مايلد فورمز ده المايكرو انوريزم ممكن بالاكزامينشن بس. Allow the identification and follow up of the area of retinal non-perfusion and new vascularization and the abnormal vascular permeability. In mild and moderate NBDR, fluorescein angiography examination is usually not necessary because dilated fundus photography is not
سيرف ستاندرد اوكي. يعني انا الحاجات اللايف موديل دي ممكن اشخصها بعيني، بس احنا عايزين نستعمله في الحاجات المور ادفانس او الحاجات الاكساجريتد اكتر عشان نشخص بقى ان ده هنعمله ندخل معاه ميديكال بحقن ولا بليزر ولا ايه. يبقى في الحالات السيفير بروسين انجوبر دوكيومنت الالتر كلمه ذا بلاد فيسلز بريزنس اوف ايرما ذا اونست اوف ذا بريفرال اسكيميا اند كوب يوزفول ان ذا اند ان ذا ايدنتيفيكيشن فول اب تورد ذا بروجريشن تو ذا فيشن سترينجنج في دي ار. يبقى فلوسين مهم، ادي فلوسين انجيوغرافي دي تعتبر يعني مودل دايبت نمبر في الدايبت. احنا شايفين اهو يعني انا مش عارف شايفين يا جماعه هنا الفلوسين دي كلها مايكرو انيوس، بس للاسف يعني هي باينه عندي بس مش باينه هنا خالص. يعني هنا دي مايكرو انيوريزمز وهنا ليكينج مايكرو انيوريزم في البيت فلوسين انجو. هنا كوتونوم سبوتس، كوتونوم سبوتس كلها باينه هايبر فلوريسنت فوتونورس بوكس وهيرمرز باينه كلها هايبر فلورسنت او هايبر ريفلكتف في الفلورسين انجيوغرافي. هنا فيناس بيتنج فوتونورس بوكس ده الالترا وايد فيلد برضه باين لي هنا ان في اسكيميا في دروب اوت دروب اوت اريا اوف كابيلرز كتير في البريفري وفي ليكج وفي ليكج هنا من كلاسترز اوف مايكرو انيوريزم على الفاس. يبقى احنا بنشخص لاما بالاكزامينشن لاما بالكالر فاندس فوتوغرافي او بالفلوسين انجيوغرافي. الفلوسين انجيوغرافي مهم عشان الحالات السيفير تبان لي اكتر او الاوبتيكال كورس فوتوغرافي. الاوبتيكال اوستي يمكن بيبقى ليه اكتر اهميته لما بيكون في ماكيولار يعني دوره الاساسي في حالات ال بي دي ار ان هو اشوف اذا كان في ماكر قديمه واحتاج انترفيو ولا لا. يبقى الاو اس تي از نون انفيزيف تكنيك والايمجنج تول انابلز ديتيلد اكزامينشن اوف ذا انر اند اوتر لايرز اوف ريتنا كورليشن بتوين الاو اس تي والفلوسين انجيوغرافي والجريتست يوتيليتي اوف او اس تي ان دايبيتك تكنولوجي از ايدنتيفيكيشن اوف دايبيتك ماكينر اديما والمونيتورنج اوف ثيرابي وايفالويتنج اوف سنترال ريتنال سيل. هنا الاو اس تي المفروض خلاص ده الفلوروسين ريد فري الكالرز والريد فري والفلوروسين. هنا المفروض ان في ريتنال سيست عارف باين عندكم هو يعني ريتنال سيست نتيجه الدايبيتك ماكيولار ايديما. الريزوليوشن برضه مش عالي برضه نفس الكلام بص دي اهم باين الماكيولار ايديما وفي هارد اكسلتس هارد اكسلتس بتبان هايبر اي طيب. في حاجه اسمها ادابتيف اوبتيك سكاننج ليزر اوبسالموسكوب. الادابتيف اوبتيك سكاننج ليزر اوبسالموسكوب ده نيو نون انفيزيف ايمجنج سيستم ده بيفوكس على اريا من الريترا بيديني هاي ريزوليوشن فوتو وهاي ماجنيفيكيشن فبقدر اشوف الديتيلز بتاع الماسكريتش كويس باختصار. يعني الاوستي انجيو الاوستي انجيو يعني شغلته الاساسيه انه بيوريني كابيلاري بلكسس سوبرفيشال كابيلاري بلكسس والديب كابيلاري بلكسس والكوريو كابيلاريز. ملوش رول قوي في ال بي دي ار. الرول بتاعه هيظهر بعد كده. دي الكابيلاري بلكسس اهو
يعني دي سوبرفيشال كابيلاري ابليكسس ودي كابيلاري ابليكسس. لو في دروب اوت ارياس كتير او اسكيميا بتضايق. اهو يعني ده بيشنت ودايركت ماكيولار اسكيميا دي سوبرفيشال كابيلاري ابليكسس ودي دي كابيلاري ابليكسس. في دروب اوت ارياس كتير المفروض ان هي بتبقى ايه ممكن تنسب عن كده خلاص ده مبين في اسكيميا. بوستي انجيو از ايبل تو شو ان ديتيل بتاعت الالتريشن كوما دي بريزنت ان ان دي دي ار. بيورينا كل الحاجات اللي بتحصل في المايكرو فاسكوليتش بس الفروسين انجيوجرافي بيغني عنه يعني مش محتاج هو الكلام بعد كده هو هل بوستي انجيو هي اوت بيرفورم الفروسين انجيوجرافي ولا لا يمكن دي الرساله بتاعته. لا على اسمه مش السايد افكتس والكومبليكيشنز بتاعته اقل يعني هو اوت بيرفورمينج البروسيد مش هجيب لك البريفري يعني شايفين هنا الاوستي ادي مبين اليو فيسنس ازاي في حاله بروس يعني نجيبها بقى في المحاضره الثانيه ان شاء الله بنتكلم عنها يو فيسنس كتير اهي باينه في الاوستي ادي باينه هنا طالعه على طالعه السيربس بتاع الريتم ده ده اوت اوف سايد. في حاجات دايجنوستيك تانية دي للفانكشن بتاع الريتنا مش للمايكروفاسكشن تشينجز او الساينز اللي بتظهر. الفانكشن بتاع الريتنا بيبقى افكتد بالدايبيتك ريتروب. يا اما بعمل مالتي فوكال اي ار جي ودي برضه حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها والبيبرز اللي احنا بنعملها بنشوف المالتي فوكال اي ار جي ونشوف التشينجز اللي بتحصل فيه في حالات الدايبيتك ريتروباثي بس احنا عاملينه في طبيعه الماكينه القديمه السبيسيفيك. المالتي فوكال اي ار جي ده عباره عن ستيميولات بنستيميوليت الريتنا بهكساجونال ستيميولاي حوالي عددهم حوالي 300 هكساجون وكل واحد منهم باخد الويفز بتاعته وبشوف الليتنسي اللي بتحصل وبشوف البيك البوستيف دي بتاعت البوستيف ويف دي الامبليتيود بتاعتها قد ايه وبنميجر سواء الليتنس اللي بتحصل وبنميجر البوستيف ويف وبنشوف الشنس اللي بتحصل فيهم في 300 نقطه من الريتنا وبتتقسم ل 3 زونز. يبقى المالتي فوكال اي ار جي از كارنتلي يوز تو ديتكت ايرلي فانكشنال تشينجز ان بيشنتس وذ دايبيتس ايفن ان ذا ابسنس اوف كلينيكال فايندنجز اوف دايبيتك ريتينوبا. يبقى بيوريني فانكشنال تشينجز حتى لو ما فيش لسه ساينز موجوده. ريسنت ستادي ريبورتد ايرلي فانكشنال ابنورمالتي ان بوث ان بي دي ار اند دايبيتك ايز وذ دايبيتك ريتينوبا. ان بارتيكيولار ديلي ان ذا امبليسيت تايم والتريشن اوف ذا امبليتيود اوف مالتي فوكال اي ار جي وير اسوشيتد وذ دامج تو بوث فوتو ريسبتور لاير اند نيورال سيلز وذ سبيسيفيك انجري اوف مولر سيلز اند باي مولر سيلز. يعني ده الاستيميليشن اللي احنا بنعمله الهيكساجونز وكل واحد بيديني الويب بتاعته وكل ويب بتديني الارقام بتاعتها عشان اشوف التشنجز اللي حصلت في الزونز دي كلها. وعندنا الباترن فيجوال ايفوك بوتنشال. يبقى احنا معلش عايزين نرجع تاني احنا قلنا المالتي فوكال اي ار جي بيديني بيرفلكت الدمج اللي بيحصل في الفوتو ريسبتورز او في المولر سيلز او في الباي بولر سيلز. الجانيوم سيلز بيحددها الباترن الباترن فيجوال ايفوكي تاتش. الباترن فيجوال ايفوكي بوتنشال بيحصل انكريز في الليتنسي زي ما قلنا وتشينجز في البي ويف اللي هي بتبدا من الطرف للبي. بيبقى في باترن ستيمولس وبنشوف التشينجز اللي بتحصل دي وده بيديني انديكيشن للجانجل سيل ايه. اذر دايجنوستيك تولز
في بقى حاجه اسمها دبلنج فريكوينسي دبلنج وكونتراست سبيكت ودارك ادابتيشن، دي برضو كلها الفانكشن بتاعت الثيرابيس. العلاج يعني الثيرابي يعني عيال دايبيتس لازم اعمله سكرين. اول حاجه اعمل سكرين للعيال السكر، اكتشف اللي عنده سكر من اللي ما عندوش، وفولو اب اللي عنده سكر. طيب يبقى احنا بنعمل سكرين ده بيعرف العيان الدايابيتيك اللي مش نون الدايابيتيك، وبيعرفني الدايابيتس كنترول ولا مش كنترول. واهم حاجه بقى الفولو اب، يعني ان انا بتابع العيان الدايابيتي ده كل قد ايه، اللي عنده ايه لو ما عندوش دايابيتك كنترول. الجدول ده حلو جدا لان احنا ما بنبقاش عارفين نقول للعيان كنت تعالى كل كام شهر ولا تعالى كل سنه ولا مش عارف. فالجدول ده بيبقى يعني منظم لي على حسب نوع الدايابيتس وعلى حسب سن العيان، بشوفه كل قد ايه، واذا كان معاه دايابيتك ريتروبسي فايندنجز ولا ما عندوش. يعني مثلا العيان اللي من 11 سنه فيما فوق وتايب 1 دايابيتس، المفروض بقول له لازم تيجي تفحص مع بدايه تشخيص الدايابيتس بعدها بسنتين. يعني تشخيص الدايابيتس بعدها بسنتين ابدا افحصه في الفانكس. التايب 2 دايابيتس ادلت لازم ابدا افحصه مع بدايه تشخيصه انه دايابيتك ولا لا. البريجننسي اللي كان فيه بريجننسي يبقى انا برضه لازم اشخصه سواء تايب 1 او تايب 2 at the time of the diagnosis. طب الفريكونسي بتاع السكريننج بعد كده، العيان التايب 1 اللي من 11 سنه فيما فوق ببدا اشوفه كل سنه. ده كله ده ما عندهمش دايابيتك كنترول، ما عندهمش دايابيتكس جاست دايابيتكس. العيان التايب 2 دايابيتس والادلت قلنا هنشوفه اول ما نشخصه وهنشوفه كل سنه. البريجنسي دي تعتبر ستريس فاكتور فلازم نشوف كل 3 شهور. طيب العيان بقى بدا يعني عيان عنده نمبر دايابيتك كنترول اشوفه كل قد ايه؟ دي على حسب سواء تايب 1 فوق سن 11 سنه او ادلت، ده على حسب الدكتور ما بيقول. انا عاده بقول للعيان تعالى كل 3 شهور افحص لك خالص ما دام ارضي او جيب المودر نمبر في الدايابيتك كنترول. لو هو في بريجننسي كمان يبقى كل شهر. برايمري انترفينشن احنا ما يعني مش هنقدر نمنعنا كده. برايمري انترفينشن بتشتغل على الريسك فاكتورز، يعني لو عيان هايبر تنس يبقى كنترول بلاد بريشر، لو عيان اوبيس، لو عيان هايبر جلايسيميك يبقى كنترول الدايابيتس. ده المقصود بالبرايمري انترفينشن، لان الحاجات اللي قلتها في الريسك فاكتورز احاول امنعها. السكندري انترفينشن، سكند انترفينشن خلاص عيان عنده دايابيتك نيتروبسي وها انترفير معاه. طبعا احنا قلنا المايلد والمودريت دول جاست فولو اب. البروتين كاينيز سي انهبيتور دي في نيو ستادز سجست ذات كرونيك اكتيفيشن اوف ذيس انزايم هاز ان امبورتنت رول ان ديترمايننج ذا بروجريشن اوف دايابيتك نيتروبسي. او بعمل ليزر فوتوكواجيليشن او بعمل ال دي يعني بروتين سي كاينيز سي انهبيتور طبعا احنا ما بنستعملهاش. اما نعمل ليزر فوتو كوجنيشن اما نعمل انترافيترال انجكشن او كومبايند ثيرابي. ليزر فوتو كوجنيشن هنخليه في الهاي ريسك او السيفير ان بي دي ار، اللي هو الحاجات اللي احنا قلناها السيفير ان بي دي ار، يا اما هيموج ومايكرو اس في الفور كوادرنتس. لا انت بتنطق على ايه؟ بتنطق على الفور كوادرنتس او في ناس بيدي في الفور كوادرنتس او ايرب في وان كوادرنتس. ده فيها وطبعا وجود الكوتو نور سبوتس ودروب اوت اريا كتير من الكابيلرز
يعني ريتال اسكيميا يبقى ده العيان في هاي ريسك ان هيخش فبروريفتيف لا يستحسن ان انا اعمله بي ار بي. لان احنا لما بنويت السايد افكتس بتاع الليزر مع الانستنس بتاع الكونديشن تو بروجريس اكتر بنلاقي لا يبقى احنا نديله بي ار بي احسن. يعني دي صوره للحاله بس طبعا يعني صوره الحاله واخده بي ار بي مش عارف باين هنا بقى ولا يعني او انترافيترال انجكشن. انترافيترال انجكشن اما هندي سترويدز او هندي انترافيترال اللي هو الانتي فيجن اللي هو اللوسينس بقى ولا الافاستين بوث انتي فيجن انجكشن وسترويدز امبلانت هاف رول ان ريدوسينج ذا ريسك اوف بروجريشن اوف ان بي دي ار تو مور سيفير ستيجز. عاده الانتي فيجن الحاجات دي بناخدها في الماكلة القديمة اكتر لكن هم برضو قايلين ان احنا ممكن نديها في الاطفال في الـ في الهاي ريسك ان بي دي ار عشان ده بيقلل انسنس انه يوصل ل بي دي ار. هنا في ديفيوز ليكش ديفيوز ليكش في الماكيلر اريا وهنا حاله ماكيلر اديما طبعا ده هنا بعد الانجكشن كونديشن الحاجات دي اللي احنا بنشوفها كتير بقى ممكن اعمل كومباينيشن للتريتمنت كومباين ثيرابي لسه مش هشكر دلوقتي يبقى بص بص اسوشيت ليزر ثيرابي ويز انترا بيتر انجكشن بيشنت ويز بريزنتنج ماكرو اديم. ثانك يو. يعني اتمنى ان اكون لمت الموضوع شويه. اقعدي على اقعدي لا لسه نص المحاضره الثانيه المحاضره الجايه هنتكلم عن ماكيولار قديمه والبي دي ار خلاص. وانا بشكر ساره بصراحه هي ساعدتني انا ضعيف جدا في كتابه على الكمبيوتر وانا كنت براجع معاها ونظبط الحاجات هي ساعدتني مساعده قيمه جدا. يعني يا بخت يا بخت الناس اللي كانت شغاله معاها هي اللي قومت لهم القرنيه. صح؟ انت مستمع صراحه.